هناك بعض الافراد عاملون يعني يشوف ماته يحضر في المات يؤلف كتابا هذا مهم ولكن هنالك افراد اللي هؤلاء الافراد لهم قيمه استثنائيه في التاريخ الافراد الذين يفتحون الخطوط. فتح الخطوط يمكن واحد يفتح خطوط فكريه، يفتتح خطا فكريا في التاريخ، ويمكن ان يفتتح خطوط عمليه الوالد رحمه الله كان يقول الشيخ الطوسي هوايه يلقي لأنه، بس لعله مو بهذا اللفظ، بلفظ آخر، لأن الشيخ الطوسي فتح خطًا، يعني فقهنا الآن يعتمد على منه، على فقه الشيخ الطوسي. لعله قبل الشيخ الطوسي لا نجد فقها مثل كتاب النهاية هذا فاتح خط وحقيقة شخصية عجيبة فتح خطا في الفقه في التاريخ في الرجال في التفسير في الأصول هؤلاء كانوا مؤسسين المؤسسون لهم قيمة كبرى في كل أمة اللي يفتح الطريق أكو أفراد يشوفون طريق مفتوح يمشون في هذا الطريق عمل جيد مهم ولكن أكو هنالك أفراد يفتحون خطوط خطوط فكرية أو خطوط عملية واحد ينبغي مضافا الى البعد الاول وهو بعد المشاركه الشخصيه ان يحاول ان يفتح خطا على اختلاف الانواع فتح الخط له انواع مثلا هذا الموكب الذي ذكرناه لكم موكب الأطفال الرضع هذا فتح لخط هذا الذي فكر في هذا التفكير وبدأ بهذه السنة من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا فتح لخط. إذا رحت إلى منطقة، اكو شباب بالإضافة إلى المشاركة الشخصية، واحد يحاول كل مجموعة من الشباب يجعلهم خطا. اكو بعض الأفراد يروحون إلى منطقة ويعودون بالثواب، وينتهي كل شيء بعودته. واكو هنالك افراد يذهبون الى منطقه او يذهبون الى مدينه وعندما يخرجون تاثيرهم باقي. مجموعه من الشباب واحد يجعلهم لطبع الكتب الدينيه او الحسينيه. مجموعه من الشباب واحد يجعلهم لهدايه الشباب. مجموعة من المؤمنين واحد يشوقهم لإقامة المجالس في البيوت واحد يتكلم وياهم أنه هذه المدينة تحتوي على مائة ألف بيت أنت ليكن هدفكم أن تجعلوا في كل بيت مأتمة دول الشباب ناشئين ولكن هم هؤلاء الشباب في المستقبل يرفعون هذه الراية يمكن على أثر تشويقكم يشكلون عشرة آلاف مجلس ولعل هذه المجالس تمتد إلى مئة عام بعد الآن يقال أكو مجالس في طهران عمرها أكثر من مئة عام